السلام الله عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. هذا العدد الذي سنحاول فيه معرفة أسباب اختيار السياح والعائلات القادمة من مختلف ولايات الوطن إلى هنا إلى ولاية جيجل اختيار السياحة الجبلية، يعني السياحة الشاطئية، ولمعرفة ذلك تابعونا. صباح الخير. صباح الخير خويا. واش من ولايه؟ وهران. وهران الله يبارك. طيب سؤال بسيط جدا، على اخترت جيجل بالضبط؟ اخويا جيجل دوك شفناها حنا في الفيديو في اليوتيوب. ايوا في اليوتيوب في فيسبوك عجبتنا، قلنا والله نروح نسيو هذه الخضره بصح شاولا روعه. الله يبارك عليك الناس كرما ربحوا لهم شابين بلايص شابين. شفت لي بلاصه ساعه شوطت شفتهم شفتهم واه. طيب يعني نشوف فيك راك هنا في منطقه جبليه، على هي بالضبط خليت الشوطه وجيت للجبل؟ باسكو هنايا راحت نفسيه تريح الياس، ما كانش الغاشي بزاف موفمون. انا وين تلقى راحتك هذيك هي البحر، زعما البحر كاين تاع هادو بلايص هادو اللي قلناهم تدخل مركوب لك تبروفيتي وين تريح وين تلقى راحتك. الحمد لله. كنت تتوقع باللي جيجل هك؟ 50% ما كنتش متوقع كيما هكا 50%. حاجه ما الله يبارك. بورتو فيها الناتير، والناتير هذه تشوفها غير في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء، في الصيف تشوف الناتير صافي دير الله يبارك. اللي ما يعرفش جيجل وعمره ما جا جيجل واش تقول له؟ شنو نقول لكم؟ جيجل حاجه شابه، اللي ما جاهاش من عندي يعني من عندي اللي قريه يجيها يشوفها، حاجه مليحه وما تندموش ما تندموش، كل شيء فيها مليح والله يبارك. تاع حرمه عائلات شوف بلايص كي دايرين تاع صوفاج وعائلات الله يبارك. ولايه وهران بمنطقه كديل. الله يبارك. لا عده مرات ان شاء الله. ما شاء الله في كل شيء، الطبيعه الجبليه. سطيف توجور سطيف وي سطيف فيل متعود تجي جيجل هنا؟ متعود نجيب بزاف لي بلاج العوانه هنا جامي سي لا بريمير فوا. كيفاش شفت بصراحه؟ مولف نروح مولف نروح للويدان كيما تاع بوكاعه ومنا، مي هنا سي حاجه روعه. في فرق كبير فرق كبير لا بروبروتي كيما يقول لك. الشواطئ تاع جيجل وين مولف نروح لها بزاف؟ العوانه لا بلاج روج العوانه. في فرق ربما بين السياحه الجبليه والشاطئيه بين البحر و بيان سور باسكو كيما لي بلاج كاين بزاف الغاشي، كاين لي فاك لي ريسك لي ريسك سورتو لي ريسك فوالا لي ريسك تولي كيما يقول لك اوليو تروح تعوم تولي تعس الاولاد. مي هنا نو هنا راه قدامك كلش قدامك ما كلش طبيعي كلش طبيعي فوالا اكزاكتومون. السياحه الجبليه يعني فيها اشياء يعني جباليه، في هذه تشوف تكتشف اشياء، تكتشف مغارات، تكتشف كيما نقولوا الحيوانات، اشياء كثيره بالمعقول وترى ما لا يرى. انا كاين شي بلايص كنت نشوفها في ناسيونال جيوغرافي اني نشوفهم هنا سيت لنا في الشباب شباب يا شباب ثم الشباب ثم الشباب. ايه ما عجبك عجبتك في جيجل؟ لا علامه عمرنا ما شفناها وجينا لبلادنا تاع تاع السياحه وعجبتنا البلاد. واش عجبك في جيجل؟ ناسها طبيعتها كل شيء في كل شيء عجبك في كل شيء. ايوه ايوه جينا ليها عمر هذه خطرتي الاولى. وعلا ما رحتيش للبحر وجيتي للواد هنا؟ انا بغيت الواد غير من على من الغاتشي بزاف وكل شيء. اما السياحه الجبليه توكل على الله وتشوف. يجي مرحبا به يجي مرحبا به، ومنطقه سياحيه بامتياز ما يندمش فيها اشياء كثيره ان شاء الله باذن الله. واللي ما شافش جيجل خلاص واش تقولي له؟ يا نقول له ماذا بكم روحوا تشوفوا جيجل كي دايره وبلادنا الزينه وشابه والله يرحم الشهداء ان شاء الله امين. هذا ما نقولوا ان شاء الله نقولوا الله يعطيكم الصحه ان شاء الله.